معانا سحور النهارده طاجن فول. طاجن فول سهل ولذيذ وسريع. عندي فول مدمس، شويه خضار زي السلطه كده، يعني ايه بقى؟ يعني شويه بقدونس، طماطم، بصل، فلفل رومي، فلفل حامي، وبيض وسمنه، والبيض بقى العدد اللي انت عايزاه، يعني يبقى ايه كل واحد يطلع ايه حبه فول كده بالبضايه بتاعته، بس بالعدد. بالعدد. مش عايزين نكشف نفسنا كتير، ماشي؟ يعني هنعمل احنا ثلاثه، نعمل ثلاثه، حلوين قوي. هنجيب بس كده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حته سمنه كده. سنة بصل صغنونة خالص، بكتر بصل في الفطار، بقله في السحور، تمام. شوية بقدونس برضو حبة صغيرين، فلفل حامي واحدتين تلاتة، فلفل رومي شوية صغيرين كده، وبقى الطماطم نكترها شوية، يعني ايه طماطمايه متوسطه. طبعا خلي بالك انا مش بطبخ، انا بعمل طبق سحور، فكل مقاديرك تبقى ايه نونات كده، حاجات صغيره جدا، هو طبق فول السحور وخلاص. فانا هعمل الطاجن بنفس الحكايه، طاجن مش كبير برضه، يا دوبك طاجن على قد السحور وخلاص، يعني محدش يقول طمن الصبح احنا صايمين، تمام. ادبل بس سنه كده البصل مع الطماطم بالشكل ده، سنه صغيره، واروح واخده ايه الفول اهو. خلي بالك هو لسه هيخش الفرن، فهيخش الفرن يعمل ايه بقى؟ هياخد شويه غليان كمان، فمش عايزه الطماطم تتهري قوي كده. طبعا مش مهم يسخن كده كده، انا هدخله ايه في الطاجن بس مكانه، واخد هنا ده انزل في الطاجن. لو انا هعمل بيض كتير بوسع الطاجن، لو انا هعمل عدد البيض قليل لا بحط ايه طاجن صغير بالشكل ده. ممكن اعمل بيضتين، ممكن اعمل بيضه، بس ايه هتتصحري لوحدك مش معقوله يعني. انا حاطه ايه على الوش كده البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ثلاثة وشوية فلفل اسود وشوية ملح، واروح مدخلاهم على الفرن. وطبعا انا عاملة لكم طاجن فول تاني، الفوطة وقعت بالشكل ده، والف هنا وشفا.